بس الموجي خلينا ناخذ فكره على ما حصل امس، معناها بالتحديد خلي ربما المستمعين ياخذوا فكره عن تفاصيل هذه الاحداث، خاطر ربما اعلاميا من باش نرجعوا للموضوع هذايا، هذه التفاصيل يعني ربما ما لقاتش حظها خاصه على مستوى بعض وسائل الاعلام الوطني. شنو اللي صار تحديدا سي المونجي امس؟ والله العمليه انطلقت في الليله الفاصله بين 29 و30 نوفمبر حوالي منتصف الليل، حيث دخلت سياره رباعيه الدفع تحمل سلاح نوع ميمتاد مضاد للطائرات، ودخلت الفضاء التجاري للمنطقة التجارية اللي هي تحت سلطة الأمن والديوان التونسية، وقامت بإطلاق نار وعملية استفزازية داخل التراب التونسي، مما أدخل الرعب والفزع في نفوس المتواجدين من أعوان أمن وديوان ومتعاملين. ثم انسحبت من تلقاء نفسها في اليوم الموالي اللي هو نهار 30 في حدود الساعة 8:30، أحد الثوار الليبيين مسلح بسلاح كلاشينكوف أدخل الممرات التونسية، حاول خلع باب المراسم المعد لمرور السيارات الدبلوماسية والهيئات السياسية باش يعدي سيارة تبعته ما نعرف بمقابل ولا بحاجة كيما هكا، وكان في حالة غير طبيعية حيث كان معناها متعاطي مخدر الزتلة، وهذه حاجة من الحاجات اللي نعانوا فيها. وقت ما حاولوا يتسدوا له بعض الأعوان والإطارات شغل السلاح وحب يطلق النار لولا ألطف الله أن السلاح اصطفى. بعد التصدي له وإخراجه وإعادته للتراب الليبي، في الأثناء عاود تشغيل السلاح ومحاولة إطلاق النار على حافظ الأمن ماهر اللي هو معانا باش نسمعوه هذا. وقت ما استعصى عليه السلاح اعتدى عليه بالركل والرفس. بعد ذلك ورغم ذلك كل حاولنا معناه في إطار تنفيذ التعليمات وضبط النفس، محاولة إعادة فتح المعبر وإعادة نشاط، ما رأينا إنه في حدود نصف نهار ونص سيارة رباعية الدفع تحمل رجمة صواريخ على متنها كالعادة شخص منتشي متعاطي مخدرات تدخل الممرات الدخول ومحاولة إطلاق النار، ولكن مرة أخرى تستعصي الراجمة هذه نظرا لحالة الانتشاء اللي كان عليها السيد، وما أدخل معناها الفزاعة في نفوس المسافرين التوانسة والليبيين وادخل فوضى، وكنا معناها كانت باش تكون نظره لولا الطف الله واستعصى السلاح. ما انا حقيقه قاعدين نسمع في حاجات غريبه، انا هذه العباره اللي شفت يعني تحدثت على سياره تحمل معناها مدفعيه مضاده للطائرات وتحدثت ايضا على اليه معناها فيها راجمه صواريخ معناها وسلاح كلاشينكوف، هذا كل تم داخل التراب التونسي حتى للمستمعين يعني معناها ان الامن التونسي مجرد تماما من الاسلحه.